بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله لعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يستمر الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته، ويذكر هذه الآيات. الآية الأولى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. هذه الآية فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ومن ذلك ما في بطون الإناث من الأجنة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم متى ينشأ الجنين في بطن أمه، ويعلم متى يولد، ولا أحد من الخلق يعلم ذلك، لا يعلم متى يخلق في بطن أمه، ولا يعلم متى تضعه أمه، وإنما هذا في علم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كثير من النساء يحصل لها وطء من الذكر، ويحصل من جراء ذلك الماء الذي ينزل في رحمها من الذكر، ولكن ما كل ماء يخلق منه ولد، وإنما هذا يرجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. أأنتم تخلقونه، رأيتم ما تمنون يعني تنزلون في الأرحام من المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كثير من الذكور يتزوجون ويطؤون أزواجهم، ولكن لا يحصل لهم إنجاب. منهم من لا يحصل له إنجاب أبدا، ومنهم من لا يحصل له إنجاب في وقت من الأوقات ثم يؤذن له بذلك. فلو كانت الطبيعة هي التي تتصرف كما يظن الملاحدة، لصار كل ماء يراق في رحم يتكون جنينا، ولكن هذا راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن إراقة الماء في الرحم سبب، والأسباب لا تؤتي نتائجها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل الزرع: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد تلقى البذور في الأرض ولكن لا يحصل بها زرع، بينما تلقى مرة أخرى فيحصل بها زرع. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ليس هناك فرق إلا إرادة الله عز وجل، وإلا التربة واحدة والماء واحد والبذر واحد، لكن هذا زرع وهذا لم يزرع، كل منهم ألقى البذر، ولكن هذا حصل له زرع وهذا لم يحصل له زرع. كذلك الزوج بالنسبة لزوجته، هو يفعل السبب، ولكن حصول الإنجاب هذا راجع إلى قدرة الله جل وعلا. فدل هذا على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيظ الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وما تحمل من أنثى، سواء كانت من الآدميات أو من البهائم أو من الطيور، ما تحمل من أنثى، أي أنثى، هذا عام. ولا تضع حملها إلا بإذنه، يعني بعلمه سبحانه وتعالى وإذنه القدري لهذا المولود أن يخرج من بطن أمه، وإذنه لهذه النطفة أن تتكون جنينا. هذا راجع إلى إذنه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا إلى مشيئتكم وإرادتكم. فهذه الآية فيها إثبات علم الله جل وعلا بكل شيء، ومن ذلك أحوال الأجنة في البطون، متى تخلق، وهل إذا خلقت هل تكون صالحة أو يعتريها ما يعتريها من الخلل في بطن أمها وتصبح أو تخرج خداجا.
هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تضع إلا بعلمه. إذا حملت لا يعلم أحد متى يقيم هذا الحمل في بطنها، قد يقيم مدة يسيرة، وقد يقيم مدة طويلة، وقد يقيم مدة متوسطة عادية، هذا راجع إلى علمه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا تدخل لأحد. ما أحد يقول أنا أريد أن زوجتي هالمرة تحمل، وأريد أن لا يبقى في بطنها إلا كذا وكذا، ما يتدخل أحد في هذا، ولا يقدر أحد من الخلق أن يتدخل في هذه الأمور. قد يعملون أسبابا ويتعاطون أدوية، ولكن يريد الله غير ذلك سبحانه وتعالى، وتخالف إرادة الله ما يريده البشر، هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. ولا يقدر العباد أن يمنعوا الإنجاب الذي قدره الله في علمه وكتابته واللاق المحفوظ. فهؤلاء الذين يتمطنون بتحديد النسب، هؤلاء ينازعون الله سبحانه وتعالى فيما يخلق وفيما يرزق. الذي قدر الله من الخلق لا بد أن يحصل، شاءوا أم أبوا. يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يخلق خلقا إلا ويرزقه سبحانه وتعالى ويتكفل برزقه. نعم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه هي الحكمة من إخباره سبحانه وتعالى بذلك. الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض طباق، كثف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، سبع طباق بعضها فوق بعض، وفي كل سماء مخلوقات وسكان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأرض مثلهن، أي طبق. لا يقدر العباد أن يمنعوا الإنجاب الذي قدره الله في علمه وكتابته واللاق المحفوظ. فهؤلاء الذين يتمطنون بتحديد النسل، هؤلاء ينازعون الله سبحانه وتعالى فيما يخلق وفيما يرزق. الذي قدر الله من الخلق لا بد أن يحصل، شاءوا أم أبوا. فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يخلق خلقا إلا ويرزقه سبحانه وتعالى ويتكفل برزقه. نعم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه هي الحكمة من إخباره سبحانه وتعالى بذلك. الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض طباق، كثف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، سبع طباق بعضها فوق بعض، وفي كل سماء مخلوقات وسكان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأرض مثلهن، أي طبقات من الأرض مثل طبقات السماء في كل شيء، في الخلق والسكان وما يجري فيها. فهذه الآية فيها أن الأرض سبع طبقات كالسماوات، لأن الله قال مثلهن، والمثلية تقتضي المساواة. يتنزل الأمر بينهن، أمر الله جل وعلا، أمر الله الكوني القدري وأمر الله الشرعي، يتنزل بين هذه الطبقات وبين السماء والأرض، يتنزل أمره الكوني القدري ويتنزل أمره الشرعي الديني. لتعلموا، أي أخبرناكم بذلك وبيناه لكم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالذي خلق هذه السماوات السبع، وخلق الأراضين السبع، وباعد بينها في المسافات، وأوجد فيها هذه المخلوقات، هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية فيها عموم القدرة وفيها عموم العلم، عموم القدرة على كل شيء وعموم العلم بكل شيء، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
أول الآيات يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو أن الله خلقهم لعبادته لا لشيء آخر، لا من أجل أن ينفعوه أو يرزقوه أو يطعموه، ليس محتاجاً إليهم سبحانه وتعالى، وإنما هم المحتاجون إليه. والعبادة مصلحتها لهم، عبادتهم إياه مصلحتها لهم، أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادته، فلو كفروا جميعاً ما نقص ذلك من ملكه شيئاً، ولو صلحوا جميعاً ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. وإنما مصلحة العبادة راجعة إلى العباد، أنهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لم يخلقهم ليرزقوه أو يطعموه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هو لا يريد النفع من الخلق، ولكن هو جل وعلا يريد أن ينفع الخلق منه سبحانه وتعالى، وإحسان هو الذي يريد أن يتفضل على الخلق وأن ينفع الخلق، ولكن لا ينفعهم إلا بالعبادة، إذا عبدوه فإنه سبحانه وتعالى يرزقهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة، أما إذا لم يعبدوه فإنه يرزقهم في الدنيا ولكن في الآخرة تكون لهم النار والعياذ بالله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وليس بحاجة إلى الطعام، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى الطعام ولا إلى غيره، هو غني بنفسه سبحانه وتعالى عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله هو الرزاق، الرزق من عنده سبحانه وتعالى، هو الرزاق، والرزاق صيغة مبالغة، الرزاق صيغة مبالغة، ومعناه الذي يعطي الرزق ويهب الرزق، فالرزاق يدل على كثرة رزقه سبحانه وتعالى. وأنت إذا تأملت في هذا الكون وما يعيش فيه من المخلوقات الكبيرة والصغيرة والمتنوعة في البر والبحر، وجدت أن الله قدر رزق كل مخلوق، كل مخلوق يصل إليه رزقه، ولولا ذلك لم يعش ولم يبقى على الحياة، فمن الذي تكفل بأرزاق الخلق؟ هو الله جل وعلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا تكفل منه سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه المخلوقات كلها تأكل من رزق الله وتعيش من رزق الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا، فهو لا يزال يرزق ويخلق ويرزق سبحانه وتعالى بما لا بداية له ولا نهاية له، يخلق ويرزق سبحانه على اختلاف المخلوقات وكثرتها. أنت لو دعوت 100 رجل للغداء ولا للعشاء، ماذا يكون تحملك وتعبك؟ وقد لا تكفيهم وقد لا تشبعهم، وهم نفر محدود، لأنك مخلوق عاجز، لكن الله جل وعلا يطعم كل هذه المخلوقات في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. لو قيل عندك فطور أهل البلد، أهل الرياض اليوم أو بكرة، ترى عليك فطور أهل الرياض، ماذا يكون بك من الهم ومن العاجز ومن ما تستطيع، وهم أهل بلد واحد، فكيف بالعالم كله علوية وسفلية الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كلهم يأكلون من رزقه البر والبحر، ولا أحد يشتكي من الجوع أو من فقد الطعام، هذا يدل على سعة رزقه سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء جل وعلا. هذا مثال مشاهد، شاهده حسه، ولا يمكن أن ينكره أحد. إن الله هو الرزاق الذي يرزق هذه المخلوقات ويقيتها سبحانه وتعالى،
وليس رزقها من نوع واحد، كل شيء له رزق خاص يناسبه، كل شيء له رزق خاص يناسبه. فمن الذي نوع الأرزاق بحسب حاجة المخلوقات؟ هو الله جل وعلا. كل هذه المخلوقات تأكل من رزق الله وتعيش في كون الله وملك الله عز وجل، فهذا يدلك دلالة واضحة على عموم قدرته سبحانه وتعالى وعموم علمه بهذه المخلوقات، فإنه لا يمكن أن يوصل إليها ما تطلبه وما تحتاجه إلا وهو عالم بها سبحانه وتعالى، وعالم في أمكنتها ومقارها، عالم بذلك كله سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن الله هو الرزاق ذو القوة الذي لا يعجزه شيء، القوي قوته سبحانه وتعالى لا تماثل ولا تضاهى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والقوة المتين، المتين يعني شديد القوة، المتين يعني شديد القوة، فله القوة المطلقة سبحانه وتعالى. وكل قوي فهو ضعيف بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، كل قوي فهو عاجز بالنسبة إلى الله عز وجل. مهما بلغت قوة المخلوق فإنها بالنسبة لقوة الله فلا شيء، قوة الله فوق كل قوة. القوة المتين أي الشديد القوة التي لا يضاهيها شيء. ففي هذه الآية إثبات أن الله هو الرزاق، وإذا كان هو الرزاق فيجب التوكل عليه والاعتماد عليه في طلب الرزق مع بذل الأسباب لطلب الرزق. أنت ابذل السبب لطلب الرزق ولكن لا تعتمد على السبب، بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى. بع واشتر، سافر لطلب التجارة ولطلب الرزق، احترف، ولكن هذه أسباب قد تبذلها ولا تحصل على شيء، لكن ترك الأسباب هذا لا يجوز. ما هنا شيء إلا له سبب شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية هذه سبقت، لكن فيها أوردها هنا الشيخ، أوردها الشيخ هنا لأجل إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا له سمع وله بصر، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ولكن سمعه وبصره خاصان به جل وعلا. المخلوق يسمع ويبصر، حتى أصغر المخلوقات تسمع وتبصر. الذرة أصغر المخلوقات تقريبا المشاهدة، المخلوقات المشاهدة، ولا هناك مخلوقات أدق منها لا تشاهد لكن تسمع وتبصر. فالله جل وعلا يسمع ويبصر، والمخلوق يسمع ويبصر، ولكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. لا، ولهذا قال ليس كمثله شيء، هذا نفي للمثلية. وإن كان موصوفا بالسمع والبصر، والمخلوق موصوفا بالسمع والبصر، لكن ليس كمثله شيء. ليس بصر المخلوق وسمع المخلوق كبصر الله وسمع الله سبحانه وتعالى. بصر الله لا يحجبه شيء ولا يخفى عليه شيء، وسمعه كذلك يسمع السر وأخفى، يعلم السر والنجوى، يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات مع تعدد الحاجات، يسمع ذلك كله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فسمعه محدود بصره محدود، وأيضا سمعه مخلوق وبصره مخلوق. الله هو الذي خلق له السمع وخلق له البصر، فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت له السمع والبصر ونفى المشابهة بين صفاته وصفات خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الآية قاعدة في جميع الأسماء، هذه ميزان جميع الأسماء والصفات، أن الله له أسماء وله صفات، والمخلوق له أسماء وله صفات، ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أسماؤه وصفاته خاصة به تليق به سبحانه وتعالى، وأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين تليق بهم. ولهذا عاب الله على عباد الأصنام أنهم يعبدون أصناماً لا تسمع ولا تبصر. قال سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها
أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فعاب عليهم أنهم يعبدون جمادات أو أموات لا تسمع ولا تبصر، فدل على أنه سبحانه موصوف بالسمع والبصر، وأن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للعبادة. فدل على أنه سبحانه موصوف بالسمع والبصر، وأن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للعبادة، وإنما يصلح لها السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء. فلو كان السمع والبصر منفيين عن الله لقال عباد الأصنام وكذلك الله لا يسمع ولا يبصر، لقال أبو إبراهيم لا قال لإبراهيم وأنت أيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولقال عباد الأصنام لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت أيضا تسمع تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لكن انخصموا وانفلجوا، فدل على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، مثل الآية التي قبلها فيها إثبات السمع وإثبات البصر له سبحانه وتعالى. ونعم نعم كلمة مدح، نعم كلمة مدح، وما اسم موصول، والمعنى نعم الذي يعظكم به، نعم الذي يعظكم به وهو القرآن الكريم. فالقرآن نعم الموعظة، القرآن الكريم نعم الموعظة والشفاء لما في الصدور. فالقرآن أعظم الموعظة وأعظم الشفاء لما في الصدور وما في القلوب وما في الأبدان أيضا. القرآن شفاء. نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا هو الشاهد من الآية، إن الله كان سميعا بصيرا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا يسمع ويبصر. فهذا فيه إثبات السمع والبصر لله جل وعلا حقيقة لا مجاز فيه، وإنما هو سمع حقيقي وبصر حقيقي، والمخلوق له سمع حقيقي وبصر حقيقي، ولكن مع الفارق بين صفات المخلوق وصفات الخالق. ولا يقول إن صفات المخلوق تشبه صفات الخالق إلا الممثلة والمشبهة، ولا ينفي صفات الخالق إلا المعطلة الملحدة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه من المشابهة والمماثلة، فهم وسط بين الفريقين، فريقي الضلال المشبهة والمعطلة. نعم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف قصة الرجلين، واضرب لهم مثلا الرجلين، واحد جعل الله له بستانا أو جعل له جنتين، والجنة المراد بها البستان، الجنة المراد بها البستان، سميت جنة من الاجتنان وهو الاستتار، لأنها بأشجارها الملتفة تستر ما فيها. الجنة هي البستان الذي يكون فيه أشجار ملتفة تستر ما تحتها وما وراءها. الله ذكر قصة الرجلين، واحد جعل الله له جنتين وجعل فيها من أنواع الأشجار والزروع والأنهار، ما أعجب هذا الرجل، أعجبه، أخذه العجب، ولما دخل جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولو رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو جحد نعمة الله عز وجل وأعجب بنفسه وأن له مكانة عند الله، وأن الله ما أعطاه هذا الشيء إلا لأن له مكانة، وأنه إن قدر أنه يبعث، هذا فيه أنه ينكر البعث، وما أظن الساعة قائمة، ينكر البعث، ولئن رددت إلى ربي، يعني على فرض أن البعث صحيح وأني سأبعث، فإن الذي أعطاني في الدنيا هذا الشيء يعطيني أعظم منه. فهذا فيه إدلال على الله وإعجاب بنفسه، وفيه إنكار للبعث والعياذ بالله. والذي حمله على هذا العجب والبطر، نصحه صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني الذي قدر على هذا الشيء ألا يقدر على بعثك وإعادتك؟ ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا هذا عرض يعرض عليه ويحثه، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بدلا تعجب بها ترد هذا إلى مشيئة الله، وأن هذا من فضله سبحانه وتعالى،
وأن القوة لله عز وجل، وأن هذه الجنة وهذه الأموال إذا أراد الله ذهبت واضمحلت وصرت فقيرا عاجزا. الإنسان لا يعجب بما عنده من المال، ما عنده من الثروة، أو ما عنده من القوة والرجال والسلاح، ما يعجب بهذا، لأن هذه أسباب فقط، وأما بقاؤها ونفعها فإن هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ما أغنت القوة، ولا أغنى المال، ولا أغنى السلاح، ولا أغنى الرجال، ولا أغنت الحصون. إذا أراد الله الانتقام من أحد فإنه لا يمنعه منه شيء سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الشخص أو هذه الدولة. هذه الدولة مهما بلغت من القوة والاختراع والأسلحة الفتاكة، إذا أراد الله جل وعلا الانتقام منها أذابها بسرعة. وأكبر شاهد على ذلك الآن ما شهدتم في الاتحاد السوفيتي، هذه الدولة الكافرة الملحدة التي ظنت أن ما على الأرض أقوى منها تحكم في العالم، بين عشية وضحاها ذابت ذوبان الملح في الماء، ما نفعتها قوتها ولا عدتها ولا اختراعها، أصبحت من أضعف الدول الآن وأذل الدول الآن، تستجدي من غيرها، ضعيفة فقيرة. هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل كان الواجب عليه أنه يرد الأمر إلى الله، وأن هذه الجنة بما فيها كلها عرض زائل، وأنها من الله سبحانه وتعالى، وأن المصير إلى الله جل وعلا. وكان الواجب عليه أن يسأل ربه المغفرة، أن يسأل ربه المغفرة والجنة التي هي أحسن من هذه، كان هذا هو الواجب عليه. لكن أعجبته نفسه وغره ماله، فكفر بالله وكفر نعمة الله، وظن أن هذه الجنة لا أحد يستطيع يزيلها ولا يغيرها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الحاصل أن في هذه الآية إثبات مشيئة الله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إثبات المشيئة والقوة، أن القوة لله سبحانه وتعالى، وأن المشيئة لله إذا شاء إزالتها أزالها، وإذا شاء إزالتها فإنه قوي على ذلك سبحانه وتعالى. الإنسان قد يشاء شيء لكن ما عنده قوة، الإنسان قد يشاء شيء يريد شيء لكن ما عنده قوة، لكن الله جل وعلا عنده مشيئة وعنده قوة، إذا شاء شيئا فإنه لا يعجزه سبحانه وتعالى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا يقول العلماء يستحب لمن أعجبه شيء سواء كان له أو لغيره أن يقول هذه الكلمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تكون هذه الكلمة دائما على لسانه، كل ما أعجبه شيء فإنه يقول هذه الكلمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا يعجب في هذا الشيء. فالآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وإثبات القوة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني من بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام ولكن اختلفوا كان الواجب أنهم يتبعون الرسل ويؤمنون بالله عز وجل ولكن اختلفوا منهم من آمن بالرسل ومنهم من كفر بالرسل فحصل القتال بين الفريقين لسبب الاختلاف فهذا فيه ذم الاختلاف فيه ذم الاختلاف وأنه يؤدي إلى شر ويؤدي إلى فتنة ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو شاء الله لم يختلفوا وإذا لم يختلفوا فإنهم لن يقتتلوا لو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لكن حكمته جل وعلا اقتضت وجود الخلاف والاختلاف من أجل الابتلاء والامتحان وإلا لو كان الناس كلهم على الإيمان ما ظهر ميزة لأحد
ولكن وجود الاختلاف هذا هو الذي يميز الصادق من الكاذب، يميز المؤمن من الكاذب، ووجود الحكمة وإلا هو قادر على أن لا يقع اختلاف، وقادر على أن لا يقع اقتتال، هو قادر من حيث القدرة قادر، ولكن حكمته اقتضت وجود الاختلاف ووجود الاقتتال. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتميز المؤمن من الكافر، كما قال سبحانه: ولو شاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الحكمة من هذا هي تميز العباد، من يريد الحق ومن لا يريد الحق، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالآية فيها إثبات المشيئة وإثبات الإرادة، إثبات المشيئة لله وإثبات الإرادة لله، والمخلوق عنده مشيئة وعنده إرادة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عند المخلوق مشيئة وعنده إرادة، ولكن ليست كمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. والإرادة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. إرادة الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. فقوله: ولكن الله يفعل، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، من أي الإرادتين؟ من الإرادة الكونية. الإرادة الكونية يكون فيها الخير ويكون فيها الشر ويكون فيها الكفر ويكون فيها الإيمان، وقد يحبها الله وقد لا يعني يحب ما ينشأ عنها وقد لا يحبه، ليس من لازمها المحبة. الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة، فقد يريد الله ما لا يحبه، مثل الكفر والفسوق والعصيان، هذا يريده الله كونا لكنه لا يحبه ولا يرضى، ويريد الطاعة والإيمان وهذا يحبه سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يشاء شرعا إلا ما يحب، ولا يشرع لعباده إلا ما يحب. فالإرادة الشرعية من لازمها المحبة والرضا، لأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويريده إرادة شرعية. كذلك الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إذا أراد الله شيئا فلا بد من وقوعه إذا أراده كونا. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فالله يريد الإيمان من العباد، لكن منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فالفرق بين الإرادتين من ناحيتين: الناحية الأولى أن الإرادة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة في الشيء المراد. الأمر الثاني أن الإرادة، وأما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فإذا أراد الله شيئا وقدره فلا بد أن يقع، أو كفران أو غير ذلك لا بد أن يقع. أما ما أراده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع، وهذا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى، وإثبات المشيئة وإثبات المحبة، إثبات الإرادة. وفيها أن الله شاء اقتتال، أن الله شاء الاقتتال الذي وقع بين الخلق، شاءه سبحانه كونا وقدرا، وأراده كونا وقدرا لا دينا وشرعا. نعم. إلا إذا كان القتال بمعنى الجهاد في سبيل الله فهذا شرعه الله، هذا أراده الله إرادة شرعية. أما القتال الذي ليس هو من الجهاد في سبيل الله وإنما هو من باب سفك الدماء والاعتداء فهذا أراده الله كونا ولم يريده شرعا، لأن الله نهى عن قتل المسلم ونهى عن الاعتداء، فالله لا يريد العدوان شرعا ودينا، وإن أراده كونا وقدرا. نعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه في أول آية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم أي أبيحت بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو عدم البيان،
فالبهيمة لا تتكلم إلا ما يتلى عليكم، وذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية، هذا استثناء من بهيمة الأنعام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني على للأصنام المحرمات، وإن كانت من بهيمة الأنعام. الميتة حرام وإن كانت من بهيمة الأنعام، وتفاصيلها المنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة، هذه تفاصيل الميتة. وما أكل السبع، افترسه السبع، سواء كان سبعا من الوحوش أو من الطيور، سباع الطير، السبع الذي يفترس معناه الذي يفترس بنابه أو بمخلبه، سباع الطير وسباع البهائم، إلا ما ذكيتم يعني أدركتموه حيا بعد افتراس السبع له، أو النطيحة أو المتردية، أو إذا أدركت هذه الأشياء المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت بعد إصابتها بأحد هذه الأمور وفيها حياة وذكيت فإنها حلال، أما إذا ماتت بسبب الإصابة فإنها حرام. ميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أهل به لغير الله، المراد بالإهلال الصوت، رفع الصوت، وذلك لأن عباد الأصنام يرفعون أصواتهم عند ذبح لأصنامهم، يصرحون بأسماء أصنامهم، يقول بسم الله، بسم العزة، باسم الصنم الفلاني، ثم يذبحها، هذا أهل به لغير الله لا يؤكل. وما ذبح على النصب، وهو أيضا مما ذبح للأصنام، النصب المراد بها الأصنام، وكانوا يأتون بالحيوانات ويذبحونها على صخر أو على حصى، يلطخونها بالدماء تقربا إليها، ولو ذكوها بأيديهم ذبحوها في محل الذكاة، ولكن لما كان القصد هو الشرك صارت حراما، صارت حراما. الذي يذبح للأصنام أو يسمى عليه غير اسم الله عز وجل كاسم المسيح أو اسم فلان أو علان، إذا ذكر اسم غير الله على الذبيحة حرمت، أو ذبحت الذبيحة للصنم تقربا إليه حتى ولو لم يتكلم ولو لم يذكر اسم الصنم، إذا كان قصده ونيته تقرب إلى القبر والضريح أو إلى الصنم فإنها حرام، حتى ولو قال بسم الله، لو قال عند الذبح بسم الله وذكاها ذكاة منضبطة، لكن هو ينوي بها التقرب إلى غير الله فهي حرام، ولو ذكر عليها اسم الله، هذا ذبح على النصب ما ذبح لله عز وجل، ولو لم يهل به لغير الله. فهمتم هذا؟ فما ذكر عليه اسم غير الله فإنه حرام، وما ذبح بقصد التقرب إلى مخلوق فإنه حرام ولو لم يذكر اسم المخلوق، وإنما ذكر اسم الله، لو قال بسم الله فإنها لا تحل ذبيحته اعتبارا بمقصده ونيته، لأنها شرك، ذبيحة قصد بها الشرك فهي ميتة وحرام. والمنخنقة المراد بها التي خنقت بحبل، حبل استدار على عنقها سواء أداره أحد أو استدار هو بدون أحد، خنق نفسها. والموقودة التي ضربت بمثقل، ضربت بشيء ثقيل كحصاة وغيرها. والمتردية التي سقطت من شيء عالي، متردية تردت من جبل، من سطح، من مكان مرتفع. النطيحة التي نطحت عنزان تناطحتها أو خروفان تناطحا فأصاب أحدهما الآخر ومات على أثر ذلك، هذا ميتة. وما أكل السبع يعني افترسه الحيوان المفترس أو الطير المفترس، إلا إذا أدركت هذه الأشياء وذكيت وهي حية فإنها تحل ولا تؤثر فيها الإصابة، لأنها ماتت بالذكاة ولم تمت بالإصابة، تكون حلال. هذا معنى قوله إلا ما يتلى عليكم، يعني هذه الآية التي جاءت بعدها بقليل، إن الله يحكم ما يريد. نعم، غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء آخر، استثناء آخر، استثنى الميتة واستثنى ما ذبح لغير الله، هذا استثناءان. والاستثناء الثالث ما ذبحه المحرم، ما ذبحه المحرم من الصيد. المحرم لا بأس أنه يذبح البهائم المستأنسة كالغنم والبقر والإبل
والدجاج، الأشياء المستأنسة لا بأس أنه يذبح ويأكل منها، لكن الأشياء الوحشية، الصيد الوحشي كالضبا والأرانب والطيور المتوحشة، هذه المحرم ممنوع منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما دام الإنسان محرما فإنه يمتنع عن الصيد، لا يصيده ولا يذبحه ولا يشارك في صيده ولا يشير إليه، حتى الإشارة ما يقول واحد غير محرم يقول شوف الطير شوف الظبي، ما يشير إليه ولا إشارة، ولا ينفره من مكانه، إذا شافه ما ينفره من مكانه، بل يمتنع عن الصيد نهائيا ما دام محرما. ما دام محرما فإنه يمسك عن الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني في حالة الإحرام. أما إذا حل الإحرام جاز له أن يصطاد في غير الحرم، في غير الحرم. أما الحرم يعني ما كان داخل الأميال هذا لا يصاد فيه شيء، لا من المحرم ولا من غيره، صيد الحرم لا يجوز دائما وأبدا. أما خارج الحرم يجوز الصيد إلا للمحرم فقط، المحرم لا يصيد ولا يصاد له أيضا. إن الله يحكم ما يريد، هذا الشاهد من الآية، إن الله لما ذكر هذه الأحكام العظيمة قال إن الله يحكم ما يريد، يحل ويحرم سبحانه وتعالى، يشرع له الحق جل وعلا، هو الذي يشرع ويحلل ويحرم، لكنه لا يحلل ويحرم إلا لحكمة، لا يحل إلا ما فيه مصلحة، ولا يحرم إلا ما فيه مضرة، إما في الدين وإما في الصحة، وهي مضرة دينية أو دنيوية، مضرة دينية كأن يكون ذبيحة شركية، هذه مضرة دينية يعني تفسد العقيدة، أو مضرة بدنية يكون هذا اللحم فيه مرض، لو أكلته يحصل لك إصابة، هذا حرام لا يجوز، ما فيه ضرر، ولذلك حرم الميتة لأن فيها ضرر، الميتة لو أكلها إنسان يصاب فيها مرض، فيها يقولون جراثيم بالتعبير الحديث، فيها جراثيم مرضية لأن دمها منحبس فيها ويتكون فيها جراثيم مرضية، فالله لا يحرم إلا ما فيه مضرة دينية أو بدنية لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يحلل إلا ما فيه منفعة خالصة أو راجحة حكمة منه سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات الحكم كأن يكون ذبيحة شركية، هذه مضرة دينية يعني تفسد العقيدة، أو مضرة بدنية يكون هذا اللحم فيه مرض، لو أكلته يحصل لك إصابة، هذا حرام لا يجوز، ما فيه ضرر، ولذلك حرم الميتة لأن فيها ضرر، الميتة لو أكلها إنسان يصاب فيها مرض، فيها يقولون جراثيم بالتعبير الحديث، فيها جراثيم مرضية لأن دمها منحبس فيها ويتكون فيها جراثيم مرضية، فالله لا يحرم إلا ما فيه مضرة دينية أو بدنية لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يحلل إلا ما فيه منفعة خالصة أو راجحة حكمة منه سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات الحكم لله عز وجل، وفيها إثبات الإرادة لله، وهي كما ذكرنا الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولكن المراد هنا الإرادة الشرعية، يحكم ما يريد يعني الإرادة الشرعية التي هي التحليل والتحريم. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية لها سبب والضلالة لها سبب، وإذا أراد الله هداية شخص هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب، وإذا أراد الله إضلاله هيأ له أسباب الضلالة، ولا يكون هذا إلا بشيء من قبل العبد، فإن العبد إذا أقبل على الله ورغب في الطاعة ورغب في الخير وأحب الخير يسر الله له الخير، وإذا أحب الشر وأحب الكفر والنفاق والإلحاد يسر الله له الكفر والإلحاد والنفاق، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره يعني يوسع صدره، يجعل صدره متوسعا لقبول الخير، إذا سمع الآية أو سمع الحديث فرح بها واستمع إليها وتدبرها
وإذا أشكل عليه شيء سأل عن ذلك، عنده إقبال وعنده يعني صدره متسع، صدره متسع لقبول الخير، ولا يمل من طلب العلم ومن معرفة الحق ومعرفة الباطل لأجل يأخذ بالحق ويترك الباطل، عنده انشراح صدر لطلب العلم لطلب الخير، يتقبل من الدعاة إلى الله عز وجل، يتقبل من الآمرين بالمعروف ناهين عن المنكر برحابة صدر ويستمع. هذا قد شرح الله صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب، يشرح صدره للإسلام يعني يوسعه لتقبل الحق ولا ينفر من الخير، ما ينفر من الخير. ومن يرد أن يضله يعني الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، وفي قراءة يجعل صدره ضيقا، ضيقا بإسكان الياء، يعني يجعل صدره لا يقبل الحق ولا ما يستمع للخير ولا يطمئن إليه، ينفر من سماع القرآن وينفر من سماع الأحاديث وينفر من سماع المواعظ، أبغض شيء إليه الكلام بالجنة والنار والحلال والحرام، هذا أبغض شيء إليه. هذه يقول تقاليد بالية، وهذه أشياء أن في عصر التقدم وفي عصر المدنية وفي عصر الناس انطلقوا، فهو يريد أنه يسمع غير الحق والعياذ بالله، يتضايق من كلمة هذا حلال هذا حرام وهذا خير وهذا شر، هذا طاعة وهذا معصية، يتضايق من هذا، ما يستوعب صدره هذه الأشياء، هذا علامة على ضلاله والعياذ بالله، يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا بالكسر، كسر الراء، يعني ممتلئا من الحرج والتذمر، ما يريد أنه يسمع من الخير شيئا. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمير الوحش إذا شافت الصياد هربت، هؤلاء يصير الواعظ عندهم مثل الصياد، إلا شافوه هربوا مثل حمير الوحش. فهذا دليل على أن هؤلاء صدورهم ضيقة، ما تقبل المناقشة، ما تقبل، ما يبون يقال الربا حرام، ولا يبون يقال الزنا حرام، ولا يقال المخدرات حرام والمسكر، يريدون الانطلاق في شهواتهم وملذاتهم دون تفكير في العواقب والعياذ بالله، يريدون مجاراة الكفرة والملاحدة، ما يريدون الحكم بما أنزل الله، يريدون الحكم بالقوانين الوضعية، كل هذا من ضيق الصدر، وهذا من أسباب الضلالة. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ما يقبل الحق، لكن لو جاء الباطل صار صدره واسع، لو جاء الباطل وذكر الباطل والشر اتسع صدره تقبل، كأنما يصعد في السماء، أي حالته مثل حالة الذي يطلب منه أن يصعد إلى السماء، ما يستطيع يصعد إلى السماء، الإنسان ما يستطيع يصعد أبدا، ما جعله الله طير، ما جعل الله الإنسان طير يمد جناحيه ويصعد، إنسان إنسان لو تقول له اصعد إلى السماء هذا مستحيل، مستحيل ما يصعد إلى السماء. كذلك هذا الشخص الذي لا يريد الحق ويضيق صدره بالحق، هذا مثل الذي يقال له اصعد إلى السماء، لأن الخير صعود، الخير صعود وارتفاع، أما الشر فإنه هبوط وانحدار، فهو يقبل الانحدار والهبوط ولا يقبل الارتفاع والصعود، هذه صفته والعياذ بالله، كأنما يصعد في السماء، إذا قيل له صل الصلاة عليه مثل الصعود إلى السماء، مستحيل، إذا قيل له تقرب إلى الله اترك الحرام هذا مثل عنده مثل الصعود إلى السماء، مستحيل، كأنما يصعد في السماء. الشاهد من الآية الكريمة إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، فمن يريد أن يضله أي فمن يريد الله أن يهديه للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره، هذا فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، وأنها تشمل إرادة الهداية وإرادة الضلال، وأن الله يعامل الخلق، أن الله يعامل الخلق بحسب ميولهم وإرادتهم ومحبتهم، فإن كانوا يحبون الخير ويميلون إلى الخير يسر لهم الخير ووسع صدورهم لقبوله، وإن كانوا يريدون الشر ولا يريدون الخير فإن الله ييسرهم لما أرادوا
عقوبة لهم وعقابا لهم وعدلا منه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا جاء راغب في الخير، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا عتاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عن الأعمى الذي جاء يسأله وكان منشغلا مع صناديد الكفار طمعا في هدايتهم، طمعا في هدايتهم. فالله يقول له: لماذا تعرض عن هذا اللي جاي الرغب يريد الخير وتنشغل مع ناس لا يريدون الخير ولا يقبلون منك؟ هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى. هذا فرق بين هذا وهذا. هؤلاء ضيق الله صدورهم وهذا شرح الله صدره، فعليك أن تستقبل المقبل وأن تترك المعرض. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قبل بداء بالأسئلة، نحن اتفقنا الدرس الماضي على أن نوقف الدروس إلى ما بعد الامتحان، لأن الناس عندهم امتحانات، عندهم أشغال، فنوقف الدروس إلى ما بعد الامتحانات. الدروس توقفت عند جميع المدرسين فيما أعتقد. نعم. إنسان رجعنا إلى الدراسة قبل رمضان تعاد الدروس، وإن كان ما رجعنا إلى الدراسة إلا بعد رمضان فبعد رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنتم العلامة الدراسة، إن عادت قبل رمضان الدرس سيعاد إن شاء الله، ما عادت الدراسة الدرس له معاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الشيخ، قوله تعالى: إن الله والرزاق ذو القوة المتين، أورد المصنف هذه الآية مع الآيات التي تدل على الحاطة علمه بجميع مخلوقاته، ما مناسبة إيراد هذه الآية مع آيات العلم؟ الشيخ رحمه الله ما يقصد بهذا المناسبات، وإنما يقصد إيراد الآيات المتنوعة، آية تدل على العلم، وآية تدل على القوة والقدرة، وآية تدل على الإرادة. يعني هو ما يقصد المناسبة، قليلاً ما يجيب آيات في موضوع واحد، قليل إنه يجيب آيات في موضوع واحد، ما هو يعني ما يظهر من طريقته إنه ما هو يراعي الترتيب، لكن يراعي تنوع الصفات، تنوع الصفات. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك أراضون سوى أرضنا هذه فيها من يسكنها؟ أرضنا هذه سبع طبقات، أرضنا هذه هي سبع طبقات، كل طبقة فيها سكان الله أعلم بهم، لأن المثلية في قوله ومن الأرض مثلهن تقتضي أن الأرض سبع، وهذا في الحديث صريح كما في قوله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. قضية الشيخ، هل من كمال التوكل على الله عز وجل أن لا تستخدم المرأة أي نوع من أنواع الحمل؟ أولا، منع الحمل هل هو جائز ولا ما هو جائز؟ منع الحمل فيه تفصيل، إذا كان إن على المرأة ضرر وتحقق لو حملت عليها ضرر واضح، قرر الأطباء إن لو حملت يحصل عليها ضرر أو موت بسبب الحمل، هنا يجوز أخذ ما يمنع الحمل دفعا للضرر. أما إذا كان منعها للحمل من أجل الترفه وكراهية للحمل وكراهية للأولاد والذرية، هذا محرم ولا يجوز، ما دامت أنها صحتها تتحمل وهي صالحة للحمل، وإنما تأخذ هذا من باب كراهية الحمل، كراهية أو تريد أو متأثرة بفكرة تحديد النسل، فهذا أمر لا يجوز، طلب الحمل مطلوب شرعا. نعم. كذلك العزل، إذا كان إنها القصد إن المرأة مات عليها خطر من الحمل، العزل من وسائل منع الحمل، هي من وسائل، مثل أخذ الحبوب من وسائل منع الحمل، تارة يجوز وتارة يحرم. نعم. إن كان القصد منه الهرب من الأولاد هذا حرام، إن كان القصد منه مراعاة صحة المرأة وأن عليها ضرر واضح أو خطر هذا لا بأس به. نعم. قضية الشيخ، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبا الرزاق ذو القوة المتين، ما معنى هذا الحديث وبالأخص كلمة أبا؟ نعم.
يقول روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابا الرزاق بقوه المتين. ما ادري عن هالاثر هذا ما سمعت. نعم. فضيله الشيخ في قوله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه فقد توصل العلم الحديث الان من اخذ الاسباب من ناحيه الحمل ذكرا او انثى عن طريق اتباع برنامج غذائي معين بحيث يقلل من الوسط الثلوي في الرحم مما يساعد على عدم قتل الحيوانات الثلوية بسرعه فهل في هذا تدخل من الانسان في علم الغيب مع العلم انه اخذ بالسلب فقط والله يفعل ولا شاء في الجواب في آخر السؤال ذكره في آخر السؤال وهو أن هذا من فعل السبب إذا ثبت أن السبب أنه نافع فلا بأس بالأخذ به وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل هذا عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله رتب عليه المقصود وإن شاء لم ينفع فإذا ثبت أن هذا فيه نفع وفيه سببية واضحة فلا مانع من اتخاذه ما لم يترتب عليه محرمات ككشف العورات أو اختلاط المياه أو غير ذلك لأن الآن في عبث في هذه القضية وهو ما يسمونه بطفل الأنابيب يسمونه التلقيح الصناعي هذا عبث في أعراض الناس وأنساب الناس وكشف للعورات لا يجوز هذا الأمر أما تعاطي دواء من أجل الحمل ومعروف أن هذا الدواء بإذن الله قد ينفع يسبب الحمل لا مانع منه نعم فضيلة الشيخ في قوله تعالى كأن ما يصعد في السماء سمعت شرحا لها أن الإنسان عندما يصعد إلى الأماكن العليا كالجبال وغيرها تقل نسبة الأكسجين ويحس بضيق النفس والصدع أمره فضيلتكم بهذا المفسرون ذكروا المعنى الذي ذكرنا أن هذا من باب ضرب المستحيل وأن الإنسان الذي لم يكتب الله له الهداية أنه لا يمكن أن يهتدي كما لا يمكن للإنسان أن يطير في الجو بنفسه يعني يطير بنفسه أما أنه يطير بالطيارة أو بالصواريخ أو هذه ما طار هو بنفسه هذا طير به قال طارت به الطائرة طار به مثل لو جاب طير كبير وركب عليه هذا هذا ما يسمى أنه طار هو وإنما يقال طير به الكلام على أنه يطير هو بنفسه هذا ما ممكن أبدا أما قضية الأكسجين والأشياء دي الله أعلم بها ما كانت معروفة في نزول القرآن وما كان الصحابة يعرفون هذا الشيء ولكن لا مانع أنه يكون أيضا ملاحظ لأن الله جعل للأرض سكانا وجعل الأجواء العليا المرتفعات سكانا نعم حتى الأرض تختلف مرتفعاتها عن منخفضاتها تختلف بعض الناس ما يتحمل أنه يعيش فوق جبل مرتفع إذا صار فيه ربو ولا فيه فضيلة الشيخ إذا لم يعلم نية الذابح هل هي ذبح على النصب للتقرب للصنم أو للغير إذا لم يعلم نيته هل يجوز أن نسمي الله نفسه وهل يجوز أكل ذبيحة من سد الدين؟ المشرك والكافر والمرتد لا يجوز أكل ذبيحته هذا نظرا للذابح الذابح الكافر لا يجوز أكل ذبيحته حتى ولو قال بسم الله وذكاها مع المكان المشروع ذكاته نظرا لعدم أهليته وإنما تباح ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب فقط وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم يعني ذبائحهم كتاب والمسلم أما الكافر بجميع أنواعه وثنيا أو ملحدا أو مرتدا لا تجوز ذبائحهم لأنهم رجس ونجس وله تأثير على الذبيحة فلا يجوز أكل ذبيحة الكافر أما من ظاهره الإسلام ولا عرفنا عنه شيء من الكفر ولا من الشرك فالأصل الحل الأصل في المسلم الحل إلا إذا ثبت لدينا إنه مرتد أو إنه مشرك أو إنه يستغيث بالأموات يذبح للقبور فلا تؤكل ذبيحة إذا ثبت هذا عنه وإن كان إنه متهم ولم يثبت عليه شيء الأصل الحل ولكن إذا تركته من باب درء الشبهات ترك المشتبهات هذا حسن نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه